السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النادي الأهلي بيتواصل مع وكيل جوستي المدير الفني لاستطلاع رأيه، مدير الفني للنادي الأهلي كرة السلة، لاستطلاع رأيه لمادة التعاقد الخاص به مع النادي الأهلي لعام 2025. طبعا عقده مكمل لحد الموسم القادم 2023. الأهلي عاوز يمدد عقد جوستي موسمين إضافيين وإن شاء الله يكمل معانا. جوستي من أفضل المديرين الفنيين، حقق طفرة في كرة السلة في النادي الأهلي. عقوبة جديدة، أو الفيفا بيؤدب الزمالك، أو خالد بوطيب بياخد حقه من نادي الزمالك. خالد بوطيب صفقة تركي آل الشيخ لنادي الزمالك، لاعب المغربي اللي كان قادم من الدوري التركي لنادي الزمالك وخلع من نادي الزمالك. الراجل كان راح يتعالج، الزمالك قال له ما تتعالجش، الواد راح يتعالج ورفع قضية على نادي الزمالك. الزمالك قال لك فسخنا العقد. اللاعب طلع على المحكمة الرياضية الفيفا وتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك، ولجنة فض المنازعات في الفيفا بتقر بأحقية خالد بوطيب لاعب نادي الزمالك السابق في الحصول على كم بقى؟ 3,700,000 يورو، يعني تقريبا 4,000,000 يورو من نادي الزمالك تقريبا كده. الفلوس اللي ياخدوها من جلاتا سراي ده لو دفع، وزي ما قلت لحضراتكم في الفيديو السابق، جلاتا سراي هيجلط نادي الزمالك بسبب فلوس مستمع. قال لك تاخدوها بالتقسيط 4,000,000 دولار. نادي الزمالك بيقول لك بيهدد باللجوء للفيفا بسبب هذا الكلام. فحتى لو جابوا الفلوس كلها متجمدة وماسكة بعضها هتروح للاعب خالد بوطيب. أنباء كثيرة بخصوص رمضان صبحي وانتقاله لنادي الزمالك، وهو زي ما قلت حضراتكم أيضا هو بالفعل قريب من نادي الزمالك في مفاوضات، ونادي بيراميدز عايز يتخلص من الرواتب الكبيرة، وفي نفس الوقت مش هيبقى كده بيراميدز هيسيب رمضان لقمة سائغة. أنباء بتتكلم على إن انتقال رمضان صبح النادي الزمالك، أولاً هيكلم نادي الزمالك الراتب الكبير بتاع رمضان، مفيش فيها كلام يعني، لكن أنباء بتتردد بقوة على إن في 2 لعيبة من أفضل اللعيبة من وجهة نظر الزملكاوية ومن وجهة نظر واحد منهم يعني قوي بصراحة يعني، رايحين نادي بيراميدز مقابل رمضان صبحي. الكلام عن أوباما وبالنسبة لي لاعب عادي، في ناس شايفينه أسطورة وأنا شايفه لاعب عادي جداً والله يعني. لكن ايضا اللاعب اللي انا شايفه جاي ومستقبله جاي هو احمد فتوح. 2 لعيبه في نادي الزمالك مقابل رمضان صبحي، وهو فتوح واوباما. نادي الزمالك عايز رمضان ونادي بيراميدز قال لك 2 لعيبه فلان وفلان، اوباما واحمد فتوح. انا انتظر الصفقه هتمشي باتجاه ايه يعني. عماد دربالة احد الصحفيين الزملكاويه بيرد على القصه الدائره في يعني بين جماهير نادي الزمالك بخصوص تشجيع مرتضى منصور لنادي الاهلي في بطوله افريقيا. فعماد دربالة بيصف من يشجع نادي الاهلي من الزملكاويه بانهم منافقون وكاذبون ومدلسون، هكذا ينطبق الوصف على ما قاله مرتضى منصور. قال لك اشجع النادي الاهلي، الصحفي الزملكاوي بيقول لك، وكل الكلام ده بسبب كلام مرتضى منصور، لانه لما مرتضى منصور قال لك انا هشجع النادي الاهلي بعد جماهير النادي الزمالك، يا عم انت كنت بتضحك علينا ولا ايه؟ امال كنت بتقول هشغل ماتش للنادي الاهلي واللي هيقول هي هشطب عضويته، انت كنت ناوي تشطب عضويتهم ولا تعمل لهم عضويه في اي بي؟ وبعد يقول لك انت مين اللي قال لك اذا كان النادي الاهلي ما بيهنكش ولا مهما عملت ما حدش هيرضى عنك لو قلت ومش قلت؟ فالقصه كلها خاصه بمرتضى منصور. فبيقول لك يا عماد دربالة، يعني انا كزملكاوي لو قلت اني هشجع الاهلي في نهائي افريقيا هتصدقوني؟ طب لو الزمالك اللي بيلعب كان الاهلاويه شجعوه؟ وبيسال، ولا انا هشجع الاهلي ولا الاهلاويه هيشجعوا الزمالك، وحتى مبروك مش بتكون من القلب، كله
كله كذب ونفاق. وكأن مرتضى منصور لما قال هو يصف بأنه كاذب ومنافق. بالنسبة لمباراة النادي الأهلي، وقلت حضراتكم اللعبة القذرة اللي لعبها الاتحاد الأفريقي والدار بتاعت الحزام بخصوص تقسيم تذاكر المباراة، لك 10 الأهلي و10 الوداد و20 للجمهور العام و5 للرعاة. ما هو يعني مين تكلف مالك 50 20 للجمهور؟ معناها ايه؟ معناها ان 35 للوداد جمهور الوداد و10 للنادي الاهلي. طبعا 10 بتوع النادي الاهلي 10000 هيكونوا خاصين بالنادي الاهلي، حضر 10 حضر 1000 المدرجات هتبقى فاضيه لو النادي الاهلي ما كملش يعني. لكن النادي الاهلي كان بيطالب نص المدرجات، لو كان الكاف ادى للاهلي نص المدرجات كان نص المدرجات هتبقى ايه اللي هيحضر من جمهور النادي الاهلي والباقي هيبقى فاضي يعني، مش هيشكل ضغط. لكن هم خدموا، لكن ما علينا. قال لك خش على السيستم والموقع واعمل وبتاع عشان تحجز تذكره المباراه. بعض جماهير النادي الاهلي بتشتكي انهم لما دخلوا الموقع الخاص بحجز تذاكر المباراه لقوا ان الاتحاد المغربي حجب الموقع الرسمي في مصر. يعني من انت ما قالك كل شويه تخش تعمل ايرور كود مش عارف 1820 او 1808 ايرور كود مش عارف ايه، يعني هل مش هنقدر نحصل على تذاكر المباراه؟ اتمنى اللي هيسافر هيحصل يعني من اول ما يوصلوا المطار. اكيد النادي الاهلي معاه التذاكر بتاعته والشركه الشركات اللي هي المسؤوله عنه اكيد هيخلصوا ان شاء الله، لكن حركه مش ولا بد يعني من الاتحاد المغربي يعني. حتى الان ربما يكون بالفعل السيستم واقع والامور تتصلح يعني. نادي بنها كان فيه مدرب اللياقه البدنيه بالنادي، لاعب من الاطفال في النادي عمل حركه الحق المدرب وجه لي لامه يعني بيلومه اللاعب كده، ابو اللاعب واهله جم نزلوا على المدرب رزعوه على في نادي بنها، ونادي بنها طلع بيان بيشجب ويدين هذا الشان. كل الناس بقت مستباحه، كل اللي ليه واسطه، كل يخش. ده انت لو ما تخش مش هتضرب دكتور، تضرب ده حاجات غريبه يا راجل. ربنا يعافينا اللهم امين يا رب العالمين. أم محمد بسام بعد انباء توقيعه للبنك الاهلي والزمالك لو مضى اللاعب دون يعني انهاء توقيعه مع البنك الاهلي ممكن الزمالك يقع عليه عقوبه جديده وبسام يتوقف. ده كمان دخل في القصه بيراميدز داخل على الخط للتعاقد، مش طبعا شايفين مستوى شريف اكرامي، واعتقد شريف اكرامي يعني بنسبه كبيره ممكن ما يلعبش الموسم اللي جاي. يلعب ايه يا راجل ده بقى. لكن بيتكلموا عن بسام يعني، وايضا احمد الشناوي ربما يرحل ايضا، فعندهم اللاعب المهدي سليمان دوروا على واحد ايضا مع محمد بسام. هل بسام ينتقل للزمالك ولا ينتقل لبيراميدز؟ لكن بيراميدز داخل بمفاوضات جاده مع محمد بسام، عليه طلب كبير محمد، ضغط عالي على محمد بسام. اتحاد الكره بيرفض اقاله عصام عبد الفتاح وبيتمسك به وبيرفض فكره وجود خبير تحكيم اجنبي لرئاسه لجنه الحكام، وقال لك حتى لو 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 حرف شعلاء في الجو يعني الاستحاله يعني مش عصام عبد الفتاح هنجيب رئيس لجنه الحكام مصري. عصام عبد الفتاح يحق له ان يقول ما يشاء في ظل الدفاع المستميت من قبل الاتحاد المصري عنه يعني. فهؤلاء هم رعاه الفساد، الاتحاد المصري اللي مش عاوز يصلح الفشل فهم رعاه الفشل ورعاه الفساد، خصوصا لما يكون في امور تحكيميه زي اللي شهدناها مباراه الزمالك واسوان وضرب الجزاء واضحه وضوح يحسب واحده واللي زيها بالظبط ما يحسبهاش، فهذا معناه فساد وليس تقدير خطا في تقدير الحكم للعبه. فساد لانك حكمت يعني حسبت اختها، تيجي تنفسها تاني ما تقول لي لا يبقى ده فساد. فرعاه الفساد في الجبلايا هم من يتمسكون بمن يحلل ويبرر الفساد والخطا وانعدام الضمير. رسميا مباراه مصر وكوريا الجنوبيه يوم 14 مباراه وديه والبروتوكول تم، والسفير الكوري جه وقعد وتصور مع جمال علام وقال لك عايزين نعمل توأمه وممكن نيجي نعمل معسكر في شهر 10 قبل كاس العالم هنا في القاهره. الاسماعيلي بيحفز لاعبيه بمكافاه 15000 جنيه ضد نادي الزمالك. قال لك لو كسبت نادي الزمالك كل لعيبه هياخد 15000 جنيه، طب ازاي اللعيبه هتسدد؟ كنت اللعيبه ليها مستحقات ما خدتهاش، ليها مكافآت يعني، وهو اي كلام في الصحافه والناس بتتكلم فيه وخلاص يعني. في النهاية مباراة النادي الأهلي أصبحت لا مفر، تلعب في المغرب نفس الحضور الجماهيري، أتمنى العدالة التحكيمية من الحكم فيكتور جوميز ومملكة سيما على الفار. جمهور النادي الأهلي في ظهره لا مجال للنقد، كله دعم
دعم ان شاء الله، ودعواتكم للنادي الاهلي يعود بالبطوله، وهتكون اصعب بطوله لانها بطوله مليئه. انت مش بس بتلاعب الوداد في الملعب كره قدم، انت بتلاعب الوداد، بتلاعب فوزي الرجع، بتلاعب الاتحاد الافريقي، كل هؤلاء لمحاوله تعطيلك عن تحقيق رقم قياسي وهو الانفراد. زي ما انت بتنافس نفسك عدد مرات الحصول على البطولة، أيضا الرقم القياسي هو الحصول على البطولة 3 مرات متتالية إن شاء الله، ربنا يكرمنا بإذن رب العالمين. في النهاية شكرا لحسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.